ما هو من اسباب عدم غض البصر شو؟ التلفون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا غض البصر، وبالتالي من غض البصر انتصر. اصعب شيء غض البصر حقيقة، من القصص التي لا انساها في حياتي، عندما كنت ساكنا في منطقة في عمان في حي فقير اسمه جبل النظيف، وعندما هناك ترك الجيران بيتا واسعا قديما، فجاء قوم واستأجروه وهم تابعون لمنظمة بين قوسين فراغ، ولكن انا كنت اسكن مع اهلي في الدور السفلي وهم يسكنون في الدور العلوي، فاذا بالشباب وبنات طالعين نازلين. فعندما رأيت مثل هذا المنظر كدت احترق حرصا على هؤلاء الاولاد، وخصوصا ان منهم من كان يأتي واربيه في المسجد وترك المسجد بحجة انهم انشأوا مكتبة. ومكتبة شو المكتبة؟ اسم هيك ظاهر، اما الروح والجاي كله ايش؟ بنات. والمدرسات بنات، شو مدرسات ما. فعندما رأيت مثل هذا المنظر ومثل هذا السلوك بدأت اتكلم مع هؤلاء الاولاد وانكر عليهم، فوصل الخبر الى الادارة، ثم اذا بهم يأتون بناس من خارج الاردن ممن يتجنسون الجنسية غير الاردنية بحجة ان هذا المكان والمكتبة عالمي، فهذا فرعنا في الاردن وفرعنا في عمان وفرعنا في هذا المكان، ويأخذون تراخيص. وبدأت النساء اللاتي لا غير مسلمات والرجال غير المسلمين يأتون، وعينوا مدرسات مسلمات متبرجات، فكان منظرا فيه دعوة إلى الإفساد. فبدأت أتكلم مع الأولاد وأتكلم مع الذين يسمعون مني، فإذا بهم يوصلون الخبر إلى الإدارة، فبعثوا لي فتاة لتناقشني، أجمل فتاة، ولكن بفضل الله لم أرها ولم أنظر إليها بفضل الله. فعندما نزلت وأنا أكلم الأولاد قال ممكن أتكلم معك؟ قلت لها تكلمي. قالت ليش ما بتتفرج علي؟ قلت لها شو دخل النظر، أنا أعطيك ظهري ولكن أسمع كلامك. فبدأت أتكلم معها وأسكتها وأتكلم بحرية، ما في شيء أتأثر، حتى سكتت. ثم جمعت تواقيع الحي كاملا وذهبت شكيت عليهم على المحافظ، عمري 18 سنة، ما بدها رجال، بدها رجال 18 قاعد بيلعب جيمز، هذا شو بده يطلع؟ 18 كان قلب النظيف بإذن الله، طالع لي وبقول لك هذا 18 بلعب، عندك هدف؟ لو تجيك نساء الدنيا كلها ما بعصي ربنا، عندك هدف؟ فقام واحد كان بصفي قال يا شيخ والله انك ما شفتها عرفت تجاوبها، بس لو انك شفتها كان سخسخت. اسخسخ مين يا حبيبي؟ انا عندي هدف، والله لو عارية باذن الله لن اتأثر باذن الله، لانه هي عاصية لله جل في علاه. عندك هدف؟ عندي هدف، هداية الناس. فبالتالي اخواني في الله تنبهوا. ثم بعد ذلك تتالت الشكاوى من الناس، فرأوا الافضل نقل هذا الى مكان اخر، فكفى الله المؤمنين القتال. والمحافظ بيقول لي امين جاي تشكي انت؟ هاي منظمة دولية،
قلت له دولي ولا كذا، هذا سلوك غير اخلاقي عندنا احنا. بدك تقول له حرام؟ بفهمش ايش حرام. قلت له هذا سلوك غير اخلاقي ويتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا، شو بدك تقول له؟ يتنافى مع ديننا مع انه مسلم، بس بخاف يصير يقول لي طائفية وبطيخ اخضر. فقلت له هذا يتنافى مع اخلاقنا ومبادئنا وسلوكنا. قال شو في؟ قلت له شباب وبنات. قال اي سن؟ قلت له 16 و15. قال لي خلاص خلاص خذ هاي الكتاب وديه على التحقيق. وين التوقيع؟ قلت له توقيع الحي كله. لميت هاي 40 زلمة عندك، 40 رجل. وطبعا كان عمري 18 واقف امام المحافظ، طبعا هو فاكرني 40 ليك لحيتي وطخ معه. الحمد لله يعني شكلي كان يخوف وما شابه، فمش يخوفوا انه يخاف يعني انه هيبه يعني لا. فبالتالي بفضل الله كفى الله المؤمن القتال. وحقيقه قابلت احد الاشخاص ممن يحسب على التيار، وبسموه تيار، شو تيار وجهد وكهرباء احنا الاسلامي. قال فعندما سمع قال لي يا شيخ ما احنا عارفين ما ذولا تبشيريين يعني دعوا الى النصارى. كان انا بدي احاول اساعدك. هو محطوط في الامانات وفي الكذا وفي الامانه وفي الجهات بحاول اساعدك لانه انا معك، يعني مع انه انا وياه مش متفقين بشيء في السنه والمنهج، لكن في هاي الجزئيه شو ماله؟ يا اخي صار معي كلهم، ما حدا وقف، هذا وقف معي. انت لا تتعامل مع الشخص انه حزبي انه صفر، ما بصير. انا بتعامل معه برضو انه مسلم، ما انا مخالفك ماشي 70% بس في 30% شو ماله مشترك، ممكن نلاقي من خلالها 30% حلول للفساد المتفق عليه. فكفى الله المؤمنين القتال بحجة ايش؟ انه هذا المكان غير مناسب لمين؟ لا استقبال مكتبة ودرج وحي في شارع في النظيف وزبالة في الطريق وبصر زبالة بدك بمجاري كمان احط لكم في الشارع، بس مش مني طبعا. لكن ايش النقطة الرئيسية؟ الحمد لله ربنا كفانا اياهم. شو اللي صار تفاصيل ما بعرف، المهم انهم ايش انتقلوا وانصرفوا. فاحنا جبنا على موضوع غض البصر. غض البصر بتعرف تحكي، ما غضتش بصرك فبصير الشيطان يتلاعب لك في قلبك اتجاه ايش؟ الفتاة. ولا حول ولا قوة الا بالله. نريد شبابا عندهم هدف، نريد شبابا يعملوا عمل الرجال وليس حالهم حال بيلعب جيمز وقاعد في الشوارع عسك في السيل بقصقص بزر. هذا انسان وين بدك ترميه؟ من الطابق الرابع؟ وين بدك تروح فيه؟ هذا الشخص شاب يمتلئ شبابا، لو قلت له احفر بير بحفر، لكنه ما عنده هدف تايه. هاي دراسات مصروف عليها ملايين، بس انه الشباب ما يغضوا البصر.